عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين التربو الجميل ده، ده حل مشكلة الخزين بتاعتي. ده الظهر بتاعه تمام، وهجيب لكم الوش بتاعه. انا كنت حاطاه ايزر مقلوب، ده الوش بتاعه انا اشتريته تمام. بس كنت جايباه ليه؟ مش جايباه عشان احط فيه بصل ولا ثوم ولا الكلام ده كله. انا صراحة المطبخ بتاعي صغير جدا، فطبعا مش عاملة ضلفة خزين او حاجة. فبصوا الحاجة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده، كنت سايباها بالشنط بتاعتها طبعا بتسوس وكده، مش عارفة احطها فين. ففكرت قلت اجيب تربو زي كده واحط فيه الخزين بتاعي تمام. هنرصه مع بعض كده. بس يا ريت الاول مرة اشوف الفيديو، يا ريت تشرفني لايك الفيديو وكمان اشتراك في القناة، وضروري تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان لايك للفيديو كتير عشان دعم القناة يا جماعة، وعشان يوصل لأكبر عدد يستفاد منه. يلا اللي مطبخه صغير زي حالاتي يبدأ على بركة الله. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب التوميل بتاعي تمام، يعني هحط الحاجة الثقيلة من تحت، عشان تعرفين ان الحاجات دي بتبقى بلاستيك برضه ما بتتحملش قوي تمام. فانا هحط السكر الاول من تحت كده تمام، اهو بالشكل ده كده. هبتدي ارص السكر اهو، بسم الله. هبتدي ارص السكر بيس بيس زي ما شايفين كده اهو. ده ده سكر تومي يا جماعه تمام. انا هرصه كده بالشكل ده كده اهو. طيب انا هفصل ارص بس السكر عشان ما يطولش عليك وارجع لكم تاني. انا رصيت السكر اهو بالشكل ده زي ما وريتكم كده. بصوا اخر كيسين انا حطيتهم من قدام كده عشان يا دوبك هي كده اتملت من جوه، فهي على فكره ما بتشيلش كتير يعني تمام. دول تقريبا 10 كيلو بتوع شهرين تمام كده. انا بصوا اهو زي ما كلمت، انا رصيت السكر بالشكل ده. طيب هنا هرص بقى ايه؟ هنا هرص الرز. بصوا يا جماعه برضو ده رز بتاع التومين تمام. على فكرة بصوا النوع ده مش وحش، بس اللي هو اكياس البني وحشة جدا ورزاية رفيعة مش حلوة خالص، بلاش تجيبوا منه مش حلو تمام. هو دلوقتي دول بيديهولنا على التومين لازم كل الطاقة بيبقى عليها 2 كيلو رز تمام. هرص برضو كده بالشكل ده هنا كده تمام كده، وهشوف لو معايا هنا رز تاني هرص برضو عليه. طيب انا هستنى لغاية لما يطلع لي الرز، يعني هرص المكرونة هنا مثلا، خلي الرز ايه هبقى اكمله بعد كده تمام. مثلا هرص المكرونة ده بيتشال زي بصوا ده زي صينية بتتشال وبتتحط تمام. هركبها كده على جنب، ارص المكرونة بتاعتي من فوق لان اخف حاجة هي المكرونة تمام اهو كده. انا بحب اجيب الرفيعة كمان عشان خاطر ممكن احمرها ولا حاجه فبتبقى ايه حلوه معايا تمام. خلي الرفيعه من قدام لان استعمالي فيها كتير. وهحط الرز ده في كذا نوع عشان كده انا ما بحبش افضيه على بعضيه عشان بيبقى ايه بياخد يعني رز بيستوي ورز ما بيستويش كده يعني تمام. بالشكل ده كده اهو كده. وهحط ايه الكرنب بتاعتي تمام كده. باكو شاي تمام اهو تمام كده. هحطه هنا هو على جنب كده في الحته الفارغه دي في الفاضيه تمام كده. ومعايا برضو ازازتين زيت اهي، زيت الزيت تمام. هوقفها هنا على جنب كده بالشكل ده كده. طبعا مش هتنفع عشان خاطر التربو الغطا مش هيقفل، طبعا الازازه بتاعتي متبرشمه، لكن هنيمها بالشكل ده كده فوق المكرونه تمام. كده يا جماعه كده يا بنات انا هرصيت السكر والرز والمكرونه وكمان عليهم ازازتين زيت، ده كده خزين الشهر بتاعي تمام كده. طبعا ما فيش اي بقولات ولا الكلام ده كله لسه، البقولات والكلام ده كله لسه هجيبها. فانا اللي استعملي اكتر تعرفين في الصيف الواحد ما بيقدرش يعمل عدس وحاجات زي كده بتعمل حموه يعني. بس فالحمد لله على اللي يجيب ربنا كل ده حلو قوي الحمد لله. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط بقى كده هقفل عليه كده بالشكل ده كده بس كده وكده تمام قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. وهسيبه في المطبخ بس على جنب كده زي ما انتم شايفين
اهو كده بالشكل ده كده هسيبه هنا. هو ممكن ديت احط عليها الكاتل بتاع الشاي، ممكن احط عليها صينية الشاي برضو، ممكن استعملها في اي حاجة، احط عليها اي حاجة من فوق من هنا، او احط على مفرش جميل واغطي الكلام ده كله، يعني اللي هو حاجة كويسة جدا برضو. وهي برضو لميت لي الخزين بتاع الشهر، يعني ان شاء الله كل برضو ما ايه هكون جايبة التومين ولا حاجة، ابقى حايسة مش عارفة احطه فين، او اكون جايبة خزين ولا حاجة مش عارفة احطها فين، فربنا يسهل. برضو هجيب واحد تاني واحط ايه، ممكن احط فيه برضو ايه البقولات الكلام ده كله بس. فانا قلت برضو ايه هصور لكم عشان اوريكم لو حد برضو زي حالتي كده مطبخه صغير مش عارف يعمل يعني يحط طلبة خزين ولا حاجة، فهي مش محتاجة، هو كده كويس قوي. فيعمل زي بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تتريقوش عليا بقى، دي حاجة على قدي، ويعني وفكرة جت خطرت في دماغي وكده، فقلت يعني مفيش مشكلة يعني جرب بس. فهي فعلا لميت الحاجة كلها زي ما انتوا شفتوا كده، كانت الشنط كلها كده على جنب، فعلا التربو ده حلل المشكلة كلها، الزيت بتاعي والمكرونة والرز والسكر، السكر حاطه تحت عشان بيبقى تقيل يعني برضو ما يتحملش فوق كده. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها، واللي حابب يعمل زيي برضو مفيش اي مشكله، يجيب تربو زي حالاتي ويلم الخزين، لو مش حابين تحطوا خزين ممكن تحطوا فيه اسف بصل ثوم كلام زي كده، بطاطس حاجات زي كده يعني. تمام، لايك كتير للفيديو يا جماعه عشان دعم القناه وعشان يوصل اكبر عدد يستفاد منه. بصوا كده مكانه حلو قوي كده زي ما انتم شايفين اهو، تمام كده اهو الشكل ده كده. يلا اقول لكم السلام عليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في كل جديد وفيديو جديد، اقول لكم يا جماعة السلام عليكم.